لأدوية الجامي اللي كلنا بنحبها خصوصا للأطفال. الأسعار بتبقى غالية ومليانة مواد بالصحية وكمان مليانة سكر. تعالوا نعمل البديل بتاعه وقول لكم ازاي نعمله بمنتهى البساطة. هاتوا برتقان، احنا محتاجين بالظبط نص كوباية برتقان. هقطع برتقانتين وعصرهم واخد منهم بالظبط مقدار نص كوباية. انا عندي الجهاز ده مخصص لعصر البرتقان، جهاز ده رائع للبرتقان. بقسم البرتقان نصين وبحطها فيه وهو بيعصر لوحده من غير اي اسلاك ومن غير اي حاجة. فكرته بسيطة جدا وهو بصراحة رائع. وهجيب الكوبايه اللي هي معيار نص كوبايه، هجيبها واصب فيها البرتقال. بصوا عصرت تحفه ازاي، ما بتسيبش حاجه خالص في البرتقانه. هحط نص تاني وهعصرها عشان اكمل مقدار النص كوبايه. بصوا طلعت بالظبط البرتقانيه الواحده عملت نص كوبايه عصير. هنحط نص كوبايه العصير ونشيل بقى بقيه البرتقال. وفيتامين سي هستخدم الحبوب بتاع الفيتامين سي، هاخد حبايتين من فيتامين سي وهفضيهم واستخدم البودر بتاعهم ده وهحطه على خليط البرتقال. فالمعيار المعلقة الصغيرة عملوا 2 حباية فيتامين سي. وبعد كده هحط عسل، محتاجة معلقتين من العسل. وطبعا عشان احط العسل بستخدم دايما المعالق الخشب للعسل علشان المعالق المعادن بتتفاعل مع المعادن الموجودة في العسل، فده ما بيبقاش كويس، بيفقد من قيمته الغذائية. فانا مستخدمة هنا معالق خشب، هعاير بيها مقدار معلقتين من العسل. هقلبهم مع بعض كده شوية وهستخدم معاهم الجيلاتين البودرة. هحط في حدود من 4-5 معالق صغيرين من الجيلاتين. وفي طاسة عندكم أو حلة صغيرة ولعوا عليها النار وحطوا كل الخليط اللي احنا عملناه وقلبوه مع بعض كويس بحيث ان المكونات كلها تندمج مع بعض، مفيش حاجة تكلكع منكم على النار. وطبعا لان الجنزبيل مفيد حبيت ان انا اضيف معلقة صغيرة من الجنزبيل، هتديله ريحة حلوة قوي وكمان هتديله فايدة اكتر، وده اختياري لو مش حابينه بلاش. قلبته تقليبة بسيطة كده وسبته ثواني، لقيته غلق. اول ما بيغلي على طول بقفل النار عليه. واي قوالب سيليكون عندكم، انا عندي القوالب دي عبارة عن شكل بير كده، الاطفال بتحبها قوي، وهي بتيجي معايا زي شفاطة كده بضغط عليها عشان اسحب اي حاجة انا عايزاها وابدأ اعبي في القوالب السيليكون دي. ولو عايزين تشاركوا اولادكم معاكم هيتبسطوا جدا، خليهم يعملوا معاكم هيحسوا بمتعة جدا، خصوصا ان هم يكون عملوا الحاجة اللي هم هياكلوها بايديهم. وياريت قبل ما تعبوا القوالب دي حطوا تحتيها صينية أو طبق علشان لما تيجي تنقلوها تبقى سهل عليكم انها تنقل وما تقعش منكم. ودخلوها التلاجة وفي أقل من ربع ساعة هتلاقوها نشفت وبقت زي الفل. تقدروا ان انتوا تطلعوها بمنتهى البساطة من القوالب بتاعتها. بصوا السهولة، بضغط من تحت تطلع لوحدها بمنتهى السهولة. تقريبا البرتقانية طلعت لي 126 حباية. عبيهم بقى في اي برطمان، ويفضل لو ازاز عشان البلاستيك ما يتفعلش معاها. عبيتهم كلهم في برطمان ازاز وحشيلهم في التلاجة. اطفال يقدروا ياخدوا منها، كبار يقدروا ياخدوا منها كمان، والاطفال بيحبوا الحاجات الجامي دي وصحية ومعمولة في البيت من غير اي اضافات ومن غير سكر بمنتهى البساطة. اعملوها وجربوها وروني الصور. ودلوقتي بعد ما عملنا الفيتامين سي بالبرتقان، قشر البرتقان بيترمى؟ لا طبعا، ده كنز وبيتعمل منه حاجات كتيره قوي. هاتوا قشر البرتقان وبالفرشه اغسلوا قشر البرتقان كويس جدا. غسلتوه، هاتوا بقى صينيه وفردوا عليها قشر البرتقان، حطوه في الشمس علشان احنا عايزين القشر ده ينشف. وبعد ما قشر البرتقان نشف بالطريقه دي، هاتوا خلاط واكسروا فيه كل قشر البرتقان اللي انتوا جمعتوه واضربوه في الخلاط جامد جدا لحد ما يطلع معاكم باودر، يعني يبقى بودره كده. اغلوا بقى شوية مية سخنين وهاتوا كوباية، حطوا معلقة او اتنين من البودرة اللي احنا عملناها دي على شوية مية سخنة. بالطريقة دي نكون عملنا مشروب تاني غير الشاي والحاجات التانية صحية جدا، لان قشر البرتقان فيه كمية فيتامين سي اكتر من البرتقان نفسه. ابوها وقولوا لي رأيكم في الكومنت. وقشر البرتقان اللي احنا بنجمعه او حتى قشر الليمون جمعوهم كلهم وهاتوا برطمان فاضي وحطوا فيه كل قشر البرتقان اللي انتوا جمعتوه وشوية قرنفل وانزلوا عليهم بالخل لحد ما تغطوا كمية البرتقان تبقى متغطية تماما بالخل بالشكل ده عشان كل الزيوت دي اللي موجودة في القشر والقرنفل تنزل. وبعد اسبوع دي النتيجة اللي طالعة، تستخدم في تنظيف حاجات كتيرة جدا في البيت، زي مثلا ان انت ممكن تحط عليها شوية مية. وهاتوا اي بخاخ فاضي عندكم وحطوا كمية الزيوت اللي طلعت وحطوا قدها بالظبط مية ونقطة صابون من صابون المواعين بتاعتكم. وبالطريقة دي هتنظف الدهون بمنتهى البساطة، ده غير انها هتعمل لكم ريحة حلوة جدا في المطبخ او حتى لو استخدمتها في التواليت طبيعية ومن غير اي مواد كيميكال بمنتهى البساطة.